بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نعيد خلال هذا المقطع الفيديو المسجل موضوع الستاك. الستاك مثل ما نعرفه عبارة عن قائمة خطية تصير بها عمليتين، عملية الإضافة والحذف. طبعا الإضافة والحذف تصير من أحد نهايتي القائمة، وتكون النهاية الأخرى مغلقة. طبعا الستاك يحتوي على مؤشر نطلق عليه اسم توب، مؤشر نطلق عليه اسم توب. عملية الإضافة يطلق عليها اسم بوش، عملية الحذف نطلق عليها اسم بوب التي هي تمثل الديليت، بينما البوش تمثل عملية الانسيرت. الستاك بعض الأحيان يسمونه باسم ليفو، وهو اختصار لكلمة last in first out. يعني شنو؟ يعني الستاك العنصر آخر عنصر قمنا بإضافته هو أول عنصر يخرج، آخر عنصر قمنا بإضافته هو أول عنصر يخرج. هسه لو نجي إلى هذا الفكر، هذا الفكر يوضح لي إنه عملية البوش هي عملية الإنبوت بالستاك، عملية البوش هي عملية الأوتبوت زائدا التوب. نجي هنا هذا الفيجر الثاني، نموذج مبسط على الستاك. هذا النوع الاري هنا المستخدمه هي انتجر، نلاحظ الارقام الموظوفه زين. هنا لو لاحظوا التوب يؤشر على اخر عنصر قمنا باضافته اللي هو رقم 2. implementation of stack، طبعا هنا عمليه تنفيذ الستاك تتم بطريقتين، الطريقه الاولى linked list، والطريقه الثانيه array implementation. طبعا الاري implementation هو اللي راح نستخدمه خلال هذا الكورس. هاي بالنسبه لتطبيقات الستاك. هسه هنا عندنا الستاك اوبريشن، ستاك اوبريشن عندنا نوعين اللي هو البوب وزائدا البوش. البوب في هذه الحالة يمثل لي عملية الديليت، ديليت لأي عنصر موجود في الستاك. هاي نطلق على هاي التسمية اسم بوب. في حالة الستاك انسرت هنا لأي عنصر راح يطلق عليه عملية البوش. طبعا عملية البوش بوش اوبريشن بالبداية مثل ما نعرف إذا الستاك فارغ هنا قيمة التوب راح تكون سالب واحد، يعني التوب خارج الستاك. إذا الستاك فارغ من أي قيمة فالتوب هنا قيمته سالب واحد. أول عنصر نقوم بإدخاله للستاك راح يكون ياخذ البوزيشن أو الموقع صفر، لذلك التوب راح يزداد مقدار واحد ويكون البوزيشن أي ويأشر على البوزيشن رقم صفر، يعني قيمة التوب هنا صفر بأول عنصر نقوم بإضافته. نجي هنا بهذا الفيجر يوضح لي عملية البوش اوبريشن. لو نلاحظ هنا الامبتي ستاك، امبتي ستاك يعني الستاك فارغ، اذا التوب قيمته سالب واحد. هنا من اضفنا الرقم 11 التوب يكون قيمته صفر، التوب قيمته صفر. ضفنا 22 التوب قيمته واحد، ضفنا 33 التوب قيمته 2. هنا قيمة التوب هي تمثل البوزيشن الموقع، ليش؟ يعني احنا التوب اصلا هو مؤشر لعناصر الاري داخل ستاك. بيش يفيدنا التوب؟ راح نتطرق له. يفيدنا التوب بعمليات الاضافه والحذف حتى نشيك هل هو هذا الستاك ممتلئ، هل الستاك امتي، هل الستاك فول. وعمليه الحذف كذلك راح نجي عليها، هم يفيدنا الستاك، يفيدنا التوب. بعد كل عملية بوش راح يزيد قيمة التوب بواحد ونضيف العنصر الجديد للبوزيشن الجديد. طبعا ملاحظة أخذناها بالدروس السابقة إن الأريز هي فيكسد بالنسبة لللينث، بالنسبة للحجم. يعني الأري شنو معنى هذا الكلام؟ معناه إنه الأري من أنطيه سايز معين ليكون خمسة، هسه هنا السايز مال هذه المصفوفة خمسة، أو هذا الستاك خمسة من الصفر للأربعة سايسة خمسة. أنا ما أقدر أضيف بعد عناصر فوق البوزيشن رقم أربعة،
يعني مثلا ماكو بوزيشن 5 6 حتى اضيف عناصر 6 7 8. هذه العمليه اذا عمليه اذا اريد اضيف 5 عناصر هذه راح ينطيني ايرور، راح ينطيني ايرور. ليش؟ لان قلنا الاراي هي فيكسد، ثابته الحجم، ثابته الحجم، ما اقدر اتلاعب بالحجم مالتها. بما انه انا انطيتها حجم ثابت فهي اني بهذا الوضع انا لازم التزم بالسايز المنطنيه داخل هذه الاراي. هنا يقول لك العناصر لا يمكن اضافتها على اكثر من على اكثر من الماكسيمم سايز بالنسبه للاراي. عمليه البوش للديتا تعتمد على سايز الماكسيمم سايز بالنسبه للستاك. زين، اذا تجاوز الماكسيمم سايز بالنسبه للستاك هذا النوع هذا يطلق عليه داتا اوفرفلو. يعني هذا المصطلح معناه انه هذه البيانات راح تصير فيضان للبيانات، فيضان للبيانات، لان النهايه الاراي بالنسبه لهذا الستاك سايزها يعني سايزها معين ما نقدر نجاوزه. هسه نجي الى البوش اوبريشن. بالنسبه للبوش اوبريشن هناك بعض الاستبات اللي لازم ناخذها بنظر الاعتبار. اول شيء نشيك هل الستاك امتي. اذا الستاك فارغ بهاي الحاله انا ما راح اسوي عمليه بوش، اطلع لي من البرنامج. اما اذا الستاك امتي، هاي قلت لك مثل ما قلت لك هسه انه البروسيجر هنا راح يكون لي ايرور ويخرج من البرنامج. اما اذا الستاك نوت امتي يعني غير فارغ، اذا غير فارغ وصلني الى العنصر الاليمنت اللي مأشر عليه التوب، وصلني للعنصر او الاليمنت اللي مأشر عليه التوب. بعد ذلك سوي لي عمليه ديكريس بالنسبه لقيمه التوب بمقدار واحد، يعني سوي لي عمليه نقصان للتوب بمقدار واحد. بعدين استرجع لي قيمة الديتا اللي وصلنا لها، قيمة هذا العنصر اللي وصلنا له. هذا الفيجر يوضح لي عملية البوب. هنا عملية العفو البوب اوبريشن. هنا البوب اوبريشن طبعا التوب هنا وين يأشر على هذا الكاركتر اللي هو حرف الاي. من أشر على حرف الاي مجرد ما أقول له أمر بوب راح يحذف لي الاي، يحذف لي الاي. ليش؟ لان بوب التوب مؤشر عليها، يحذف لي الاي وينزل التوب بمقدار واحد على من؟ على حرف الدي، على حرف الدي. هنا الجوريثم بسيطه تبين لعمليه البوش اوبريشن. هنا بدايه البروسيجر بالنسبه للبوش نحتاج الى ستاك ونحتاج الى ديتا العنصر اللي راح نضيفه. إذا العفو إذا الستاك فول، إذا الستاك ممتلئ ريتيرن نول يعني رجع لي قيمة صفر، اطلع لي من العملية من هذا البروسيجر من هذا من هذه العملية اللي هي بوش. وإذا لا، إذا الستاك مو ممتلئ يعني بي خانات فارغة أو هو فارغ، التوب يزداد بمقدار واحد وضيف للديتا بالنسبه للستاك المصفوفه اللي اسمها ستاك والمؤشر مالتها توب. هذا بالنسبه للبوش. بالنسبه للبوب البروسيجر مالته يحتاج الى ستاك. اذا الستاك امتي، طبعا اذا الستاك امتي رجع لي قيمه نول، يعني اطلع لي من البوب، من عمليه البوب. ليش؟ لان الستاك هنا فارغ فماكو عملية حذف. زين، بما ان الستاك مو فارغ عكس هذا، عكس هذا الاف الز، يعني شو تسوي لي؟ التوب وين مأشر؟ مأشر على عنصر موجود بالاراي اللي هي اللي اسمها ستاك، مأشر عليه. زين، هذا العنصر المأشر عليه التوب اغزل لي اياه بهذا المتغير المؤقت اللي اسمه ديتا. ماشي؟ زين، من خزنته بهذا الديتا التوب نقص لي مقدار واحد حتى ينزل لي للبوزيشن الثاني او ينزل للعنصر الثاني اللي بعده. وهنا نسوي لي عمليه
استرجاع ريتيرن، انطيني قيمه العنصر اللي خزنته بهذا المتغير المؤقت اللي اسمه data end procedure وانهي العمليه. هذا بالنسبه الجانب النظري بالنسبه للستار وعمليتين البوش